واحد واحد اتنين اتنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام، أنا كده قست مساحة جسم المقبرة. حلو أوي. ايه ده؟ طب ما احنا معانا مت بتقيس ليه بالقدم؟ عشان يبقى قدم الخير إن شاء الله. يا عم اسكت يا عم. على فكرة يا تمورة، أنا خايف نلاقي المقبرة دي. يا ابني أنت المفروض تخاف لو ما لقيناهاش. لا يا عم، أنت ما سمعتش عن حاجة اسمها لعنة الفراعنة؟ آه صحيح. احنا ممكن نفتح المقبره دي. والله ونلاقي فيها تمساح. صح، احنا ممكن نلاقي حاجات مخيفه. زي ايه؟ تعبان كبير او ريهام سعيد. ممكن. والله لا لا ما 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 ماشي 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 تعبان، وهات ريهام. بقول لك ايه ما ان شاء الله ان شاء الله يا عم ان شاء الله. ما فيش الكلام ده اصلا، ما فيش حاجه اسمها اللعنه دي اساسا. لا انا خايف قوي والله، خايف قوي. ايه اللي مخوفك كده؟ طيب انت يا عم فاكر اشرف زميلنا مات ازاي؟ اشرف الله يرحمه مات بانفلونزا. لا الانفلونزا دي، ده انت اللي عارف الانفلونزا دي، ده مات بحاجه عجيبه جدا. مات ايه؟ انا وهو كنا قاعدين بنكتشف مقبره، وفجاه كده فتحت باب مقبره قدامنا. ايوه. قعدنا نقرب وقبل ما ندخل المقبره قفلت. ليه؟ لست اوردر.